بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم البنات ان الله تكونوا كامل بخير وعلى خير نبداو فيديو تاعنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد المهم اليوم جبت لكم فيديو تاع المعدنوسية اللي هو طابق اقتصادي غير بس تاع الدجاج فيه مكونات بسيطة في الدار نروح مباشرة للمقادير عندنا هنا صدر تاع الدجاج اللي واحد ولا اثنين على حساب الافراد العائلة حميصة نشم خاطب عن والمعدنوس ضروري شوية تاع الثوم شوية تاع الكمون فلفل الكحل والزيت قلت لكم اقتصادي ما فيش صوالح بزاف هنا الصدر تاع الدجاج نديرو في الكوكو تاعنا ولا قدر عادي اللي نطيبو فيها نديرو كمية تاع الزيت ديروا شويه تاع الثوم حوالي زوج سنة تاع الثوم المرقه ماش تجيش مرقه بزاف مرقه قليله واللي يحب عادي على حسب افراد العائله نقلب القدره تاعنا كيما راكم تشاهدوا درت شويه فلك حلو كمون فاتني الفيديو نقلب القدره تاعنا ونمرقوه بالماء نزيدو الحميصة تاعنا نفرغو الكمية تاع الحمص ونغلقو على لاكوكوط تاعنا ونخلوها طيب عقلها ما نزيدوش النار كي تغريب دايما نقصو النار يطيب عقلو الحميصة وهاديك الصدر تاع الدجاج بعد ما طاب لي كيما راكم تشاهدو صفيت هذاك الصدر تاع الدجاج نحيت منه العظم وبديت نقطع فيه كيما راكم تشوفو رقيق رقيق فتتو بيدي ومن بعد وليت بالموس نقطع فيه رقيق نعطيكم فكرة جربتها ونجحت فيها اللي تكون مزروبة تقدر دير حبة تاع تمر تقسميها هكذا في الوسط فقط وديريها بالعظم تاعها ديريها يطيب بسرعة هذاك الحميصة ولا ج... ولا اللحم ولا خاصة اللحم راح يطيب بسرعة ديروا حبة تاع تمر فتحيها في الوسط فقط وحطيها مع في القدره هنا راني قطعت الزدر تاعي تاع الدجاج هذا هو نروحو نديرو ريسيبيون اللي نديرو فيه المعدنوسيه تاعنا نفرغوا صدر الدجاج قلت اللي يحب يدير صدر واحد يجيه واللي يحب يدير زوج دير على حسب افراد العائله فرغنا كميه لاباس بها تاع المعدنوس درت حوالي نص ربطة هنا البيض على حساب على حساب الصدر تاع الدجاج انا هنا درت خمسة درت خمس حبات بيض في الاول أربعة ودرت الخامسة كسرتهم وزدتهم ضفتهم لل للمعدنوس وصدر تاع الدجاج هنا يبانولي شوية قلال، لأنو كيما الجاج ناشف ويشرب شوية، راني يعني زدت حبة، صافي درت سبع حبات، درت ثمانية درت خمسة، ربعة، خمسة، وزدت زوج وزدت وزدت زوج، نعم، درت سبعة، ونضيفو هنايا الفخوماج. انا عندي لي بورسيون على حساب اللي اللي كاين في الدار انا عندي فرماج تاع قطع قطعوا الى مربعات صغار كيما راكم تشاهدوا وعلى حساب الموجود عندك في البيت اللي الفرماج اللي عندك في البيت تقدر ديريه انا كملت هذوك من حبات تاع الفرماج معاكم هذا طابق اقتصادي وبنين بزاف بالنسبه للمعدنوس اللي ما يحبش المعدنوس في الطريقه ياكلوه راه المعدنوس كما تعرفوه صحي جدا ومليح للجسم الانسان هكذا تقدروا تاكلوه نزيدو كمية تاع الملح ما تكثروش الملح كما تعرفو الزدر تاع الدجاج راه طايب في الملح وعندنا ثاني الفرماج يجي شويه مالح ما تكثروش درت شويه تاع كمون شويه تاع فلفل كحل ونخلطوا المكونات تاعنا بالنسبه للفرماج تشوفون تشوفوا بلا بلاسباتيل نحاول نمحي هكذا باش يدخل في في الصدر تاع الدجاج ويعطيه البنه تاعو باش تخلط كامل المكونات مع بعضها بعض نخلطو مليح راكم تشوفوا بلي من ثمن حبات وما كفاوليش هذوك زوج توره تاع الدجاج كبار الله يبارك ويشربوا ناشفين يشربوا اللي تحب دير شويه تاع الحليب تقدر دير شويه تاع الحليب فنجه تاع الحليب انا هنا زدت شويه تاع المرقه المرقه كي طابت زدت واحد الغراف تاع مرقه ولا عبر فنجان زدت لها شويه مرقه راكم تشوفوا بلي راني نمحي في هذاك الفخوماج مليح باش يدخل نفس في الزدر تاع الدجاج هاني زدت هنايا المرقه غراف الغراف تاعي صغير راني يعني زدت غير غراف شويه باش تجيني ثاني طريه باش ما تنشفش وتجيني طريه المعدنوسيه نتاعي انا يعني المرقه نخلطو كامل المكونات مع بعضهم بعض ونجيبوا المول اللي يدخل الكوشه كاري ولا دائر ولا دائري ولا كل واحد اللي عنده في الدار سنيوه تقدروا ديروا في سنيوه تقدروا ديروا في المقله شوفوا هنا زدت حبه بيض جاتني ناشفه زدت بيض عافية درت تما حبات بيض وانتو ما تقدروا ديروا صدار تاع الدجاج واحد فقط و ديروا ربع حبات بيض واحد يجي فيه ربع حبات بيض مع شوية تاع المرقة ولا شوية تاع الحليب هاو المول تاعي اللي حندير فيه دائري نفرغوا هذاك الخليط تاعنا في المول انا هنا بلا ما ندهن المول تاعي ما تسقليش هنايا بلا آه ما بلا ما ندهنو تقدروا تدهنو تقدروا ما تدهنوش يعني المكونات فيها البيض وتشد في بعضها بعض مش راح تلصق فرغوا هذاك الخليط انا يعني مسحت كامل طبسي ما خليت فيه والو <applause> نحاولو نساوي السطح تاع البلا تاعنا يعني البلا اللي يروح لكوشا واللي تقدروا تفرغوا في مقله وتغطيوها وتنقصوا للنار وتخلوها طيب بعقلها ومن بعد تقلبوها كي تحمر من تحت مليح وتنقصوا لها في المق... في النار هاي تطلع طيابي تطلع حتى لفوق سخانه تكون مغطيه المقله تاعنا تتحمر في المقله اللي تكون ما عندهاش وقت ولا بسرعه دير في المقله طيب في المقله عادي هنا درت في الكوشة هاي طيبت لي وتحمرت من الفوق طابت من تحت وزدت حمرتها من الفوق غير شوف هذاك البيض فقط هذا هو الكاطا تاعنا هنا راني نقسم فيها كل واحد وكيفاش يقسم هنا قسمتها الى مثلثات تقدري تقسميها مربعات صغار على حسب افراد العائله اللي عندها ولاد صغار تقسم لهم مربعات صغار بهذه الطريقه راح توكريهم صدر تاع الدجاج والمعدنوس بالحيله هذه و لا يبارك جا شهي ما شاء الله هنا راني سقيت شويه تاع في تاع صوص مع الحميصه سقيتها في صحن التقديم حطيت هذوك المثلثات فوق لاصوص وتقدروا تقدروا حتى تطبعوا بالطابع تقدروا تطبعيها قلوبها بالطابع ديكور كل واحد وكيفاش يحب يدير الديكور كانت هذه النتيجه النهائيه وكم الله يبارك شهي شهيتكم في الجنه ان شاء الله ان شاء الله يعجبكم الفيديو تاعنا جربوه ما تندموش عليه اكله صيفيه وخفيفه دمتم في رعايه الله وحفظه جميعا مع السلامه